السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد التحية، موضوع اليوم وهو عن اللغة العربية، وبخصوص الموضوع الاسم والفعل والحرف. نتناول في هذه الحلقة الاسم والفعل والحرف واسم فعل. الكلمة تنقسم في اللغة العربية الاسم والفعل وحرف واسم وفعل. والاسم فيها بعض خصائص الافعال الى اسم وفعل وحرف واسم فعل. اي كلمة فيها بعض خصائص الاسماء وبعض خصائص الافعال، وسوف نتعرف على ذلك. والاسم قد يكون علما وقد يكون غير ذلك، مثل اندونيسيا، محمد، ارض، هذا هو اسم الإشارة، هو الذي، الأسماء الموصولة، كيف. إذا أما الأسماء الاستفهام هي الكتابة والمصادر والمشتقات، كاسم الفاعل واسم المكان وصيغة المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل. الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، كتب، يكتب، أكتب. والكلمة قد تكون حرفا كحرف جر أو حروف العطف أو حروف الناصبة للمضارع والحروف الناسخة أو الجازمة أو حروف الشرط. أما اسم الفعل هي كلمة تجمع بين صفات الأسماء وصفات الأفعال، ولكنها لا تقبل أن يدخل عليها كما يدخل على الاسم أو على الفعل، مثل آمين، استجب، بمعنى استجب، وهي فعل الأمر. كذلك كلمة حي اسم فعل أمر، إذن أقبل. كذلك هيهات اسم فعل ماض، بمعنى آهن، اسم فعل مضارع، بمعنى أتوقع. علامات الاسم، كيف نتعرف على الاسم الجري؟ علامات الاسم، من أول علامات الاسم الجري، أي أن يقبل عليه حرف الجري. إذا محمد اسم، عن فهم، إذا فهم اسم، إذا فهم، على خير، إذا كلمة الخير اسم. إذا قبلت الكلمة دخول حرف جر عليها فهي اسم. كذلك التنوين، من علامات الاسم محمد، محمدة مثلا، عزيمته، أو بدر، أو بدرة، بدري. من تدخل في إضافة التنوين فهي اسم. النداء مثل يا رب، يا محمد، يا اندونيسيا، اسماء تقبل. اذا اسماء قبلت ان تنادى. التعريفية عليها مثل كلمة الكتابة، الحياة، كلمة الحياة، وكلمة الكتابة، وكلمة الامل، فهي اسم لان قبلت الدخول عليها. الاسناد يكتب محمد. كلمة الكتابة اسم، كلمة الحياة اسم، كلمة الأمل اسم، لأنها قابلة دخول الأل عليها. هذا الإسناد، مثلا الإسناد إلى الكلمة يدل على أن هذه الكلمة هي اسم. كلمة محمد في جملة يكتب محمد، لأن أسند إليها فعل، هو يفكر، هو الضمير، لأنه اسم الضمير. لماذا؟ لأن أسند عليه جملة الخبرية أخرية لأنه فعل. الإسناد إلى الكلمة يدل على أن الكلمة، على أن الكلمة اسم. كلمة محمد في جملة يكتب محمد، أسند إليها الفعل. إذا محمد، كلمة محمد اسم، لأنه أسند عليها يكتب الفعل، يكتب. هو يفكر، الضمير هو اسم. لماذا؟ لأنه أسند إليه الخبر، الجملة الفعلية يفكر، هو يفكر، الضمير هو اسم.
لا لماذا؟ لأن أسند إليه خبر الجملة الفعلية يفكر. زيد أخوك، زيد اسم لأنه أسند إليه الخبر أخوك. إذا معنى الإسناد أن يقع الاسم فاعلا أو يقع مبتدئا. هذه من العلامات التي تدل على أنها الكلمة اسم. يقول ابن مالك في علامات الاسم: أي ميزنا الاسم بتمييز حصل. ما هو هذا التمييز؟ ما نوع التمييز؟ بأي شيء ميزنا الاسم نسند إليه الفعل أو نسند إليه الخبر؟ بالجر والتنوين والنداء ال والمسند للاسم تميز حصل. الفعل هو حدث مرتبط بزمن. ولو قلنا كتب، وهذا الفعل يعني الكتابة مع الزمن الماضي. كتب، كتابة حدث في الزمن الماضي. فهم، تفهم، استفهم، سواء كان فعل ثلاثي أو رباعي أم خماسي أم سداسيا. هنا هو شمل معنى الفهم مع الزمن الماضي. إذن هو فعل ماضي. يكتب يتضمن حدث الكتابة مرتبطا بزمن المضارع. بزمن المضارع. أعلم، نعلم، يعلم، تعلم. أعلم، نعلم، يعلم، تعلم. تلاحظ أن الفعل المضارع يبدأ أن فعل المضارع يبدأ بهمزة أو نون أو ياء أو تاء. اسمها حروف كلمة أنيت. حروف المضارع: أعلم، نعلم، يعلم، تعلم. اكتب. هذا الفعل فعل أمر يتضمن حدث الكتابة في زمن المستقبل. إذا هو فعل أمر. اجلس، اجلسا، اجلسوا، اجلسي، ادعو. فعل الأمر دائما مبنيا ويبنى على مجاز من مضارع منه. اجلس مبني على السكون. ادعو مبني على حذف حرف العلة. علامات الفعل. كان علامات الفعل دخول لم عليه. إذا هو فعل مضارع. لم يفعل، لم يكتب، كذلك دخول لم عليه. إذا هو فعل مضارع. لم يفعل، لم يكتب، كذلك من علامات الفعل باتصال بتاء الفاعل أو تاء التأنيث. فعلت، كتبت، هذه هي تاء الفاعل بالمخاطب. أو فعلت أو كتبت، تاء الفاعل المتكلم. أو فعلتي أو كتبتي بالكسر، تاء الفاعل المخاطبة. كذلك تاء تأنيتي: أتت، علت، فعلت. كذلك اتصالي بنون التوكيد: أقبلن، أكتبن. هذه نون التوكيد لا تدخل إلا على الأفعال. كذلك من علامات الفعل اتصاله بالياء المخاطبة: افعلي، اكتبي، اجلسي. اذا من علامات الفعل قبول دخول لم عليه لتاء الفاعل او تأنيت الساكنة، او قبول لنون التوكيد او ياء مخاطبة. ايها علامة من هذه تدل على انه فعل؟ من علامات الفعل هو اتصاله بالياء المخاطبة: افعلي، اكتبي، اجلسي. إذا من علامات الفعل قبول دخول اللام عليه أو قبوله لتاء الفاعل أو تاء التأنيث الساكنة، أو قبوله لنون التوكيد، أو قبوله للياء المخاطبة. أيها علامة من هذه تدل على أنه فعل؟ لأنه الاسم يدخله شيء من هذه العلامات. حدد نوع الكلمة. الفقرة الثانية: ذهب محمد إلى المدرسة مع الأصدقاء وهو مسرور. لسانه يردد: حي على الفلاح، حيث أن يتعلم كل ما في الحياة وقد
سمع قول أبيه، انتبه واستمع جيدا، وإن العلم نور. تعالوا نحدد نوع كل كلمة في هذه الفقرة، اسم فعل حرف اسم فعل. ذهب هي فعل متضمنة، معنى الذهاب مع الزمن الماضي. ذهب فعل، لأني أستطيع أن أقول ذهبت وذهبت وذهبتا. قبيلة الثاء، محمد اسم لأنه يقبل التنوين ويقبل الجر ويقبل النداء، يا محمد يا محمد محمد. سلمت على محمد إلى حرف ليس اسم وليس فعلا. المدرسة اسم بدليل دخول الألف لام عليها، ال مع ظرف فهي اسم. الظروف أسماء. الأصدقاء اسم. قبلت ال واو، واو الحال هنا واو حرف، هو ضمير وهو من الأسماء. مسرور مشتق اسم مفعول، إذا فهو اسم المسرور. قبل وجود الألف واللام. لسانه، كلمة لسان وحدها اسم، والهاء ضمير اسم أيضا. يردد فعل مضارع، يدل على حرف الترديد مع زمن المضارع. هذا الفعل يردد يقبل دخول اللام عليه، لم يردد إذا فهو فعل. حي، حي من أسماء الأفعال، والأسماء الأفعال تحفظ لأن عددها محدود جدا وقليل. على، على حرف جر. الفلاح اسم بدليل دخول ألف اللام عليه. حيث من الظروف، إذا فهو اسم حيث. يتعلم فعل بدليل دخوله، لا لم يتعلم. كل اسم بدليل قبوله للتنوين. كل، كلا، كل. ما من الأسماء، كل الذي في الحياة، إذن اسم موصول في حرف جر. الحياة قبلت الدخول عليها ألف واللام فهي اسم. وقد وواو حرف، قد أيضا حرف. سمع، أستطيع أن أقول سمعت بالتاء. سمعت أيضا، إذن فعل ماضي فعل. قول، القول قبل دخول الألف واللام إذا فهو اسم. كلمة قول اسم. أبي وحدها اسم، والهاء اسم لأنها ضمير. انتظر هو فعل لأنه يدل على الانتباه، زمن مع زمن المستقبل. انتبه زمن وحدث، أستطيع أن أقول انتبهن. إذا يقبل نون التوكيد وهي من علامات الفعل. الواو حرف. استمع، استمعن قبل دخول نون التوكيد عليه، إذا استمع اسم. جيدا وهي منونة وهي من الأسماء للمعلمي. اللام حرف جر، والمعلم اسم بدليل دخول حرف جر واللام عليه. إن حرف، إن الناسخة. العلم اسم بدليل دخول ال عليه. نور، نور اسم. مع ألف سلامة وإلى اللقاء في حلقة قادمة. فاتحي لما أغلق والخاتم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، إلى صراطك المستقيم.
ومقداري العظيم ومقداري العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداري العظيم ومقداري العظيم.